جايه اعداد كبيره برضه جايه في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهره، وسيحكم التاريخ علي وعلى امل. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ واكبر معوق لحركه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من مباشر مصر، نبدأها بالأخبار، حيث أعلن بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن اتفاق لبلدان عدة على البحر الأبيض المتوسط لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية. شهدت القاهرة اجتماع وزراء الطاقة من قبرص واليونان والكيان الصهيوني وإيطاليا والأردن وفلسطين لمناقشة إنشاء المنتدى وفقا لبيان الوزارة. أكد الوزراء بحسب البيان على ضرورة التعاون وفقا لمبادئ القانون الدولي في منطقة شرق المتوسط بين منتجي الغاز الحاليين والمحتملين وأطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة. وشدد الوزراء على التزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادي بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز في المنطقة. حظيت زيارة وزير الطاقة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر بتغطية صحفية صهيونية واسعة نظرا لما تشكله من توثيق إضافي في علاقات النظام السيسي بحكومة الاحتلال الوثيقة من الأساس. فقد ذكر موقع ويلان زيارة يوفال شتاينيتش النادرة إلى القاهرة تعبير لا يمكن إخفاءه عن دخول علاقات الجانبين مرحلة جديدة من الدفء وإثبات جديد على الدور الكبير الذي تطلع به الجغرافيا السياسية. أضاف في تقرير أن شتاينيتس شارك في مؤتمر نظمته القاهرة حول تطوير حقول الغاز الطبيعي أمام الشواطئ الإسرائيلية، وبجانبه وزراء الطاقة في اليونان وقبرص والأردن والسلطة الفلسطينية ومندوب عن إيطاليا. وقد تخلل الزيارة عقد لقاءات سياسية بجانب القضايا الخاصة بالغاز والطاقة. أشار الموقع إلى أن ملتقى الطاقة الإقليمية الذي تم تأسيسه برعاية السيسي للمرة الأولى في القاهرة بات يتحول إلى ملتقى سنوي يركز على التعاون الثنائي والإقليمي في مجال الغاز الطبيعي تمهيدا لانضمام دول أخرى إضافية وجهات متخصصة وممثلين عن شركات للطاقة من القطاع الخاص. علق سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على زيارة وفد الاتحاد لسوريا واستقبال الأسد للوفد على هامش الزيارة التي كانت منذ أيام قليلة. وقال عاشور خلال كلمته بمؤتمر يوم الكرامة المنعقد اليوم الثلاثاء بنادي محامين المعادي إن المعركة أصبحت واضحة الآن، سوريا التي يقودها الأسد في مواجهة كل من داعش وتركيا وقطر وإسرائيل وأمريكا، متسائلا نبقى مع مين؟ وأضاف اخترنا أن نكون مع سوريا ضد الإرهاب وضد قطر وتركيا وأمريكا وإسرائيل، ولن نقبل بتسليم سوريا أو تقسيمها، ولن نرضى إلا بسوريا المستقلة الموحدة المتواجدة بجامعة الدول العربية. طبعا بالتحديد في علاقة النظام المصري مع النظام السوري وما تحدث به سامح عاشور نقيب المحامين، وأنه المعركة الآن أصبحت واضحة، سوريا التي يقودها الأسد في مواجهة كل من داعش وتركيا وقطر وإسرائيل وأمريكا. تخيل أن النظام المصري يعتبر الأسد بشار الأسد هذا الذي لم يتأسد إلا على شعبه
لم يتأسد إلا على شعبه، الشعب السوري الذي قتل أكثر من مليون منه، والذي هجر نصفه، والذي هدم بيوتهم، والذي هدم مساجدهم، والذي قضى على الأخضر واليابس في سوريا، يعتبرونه يحارب داعش، الذي هناك من التقارير الدولية التي تثبت بأن هناك تعاونا وثيقا بين الأسد وبين تنظيم الدولة، ويواجه تركيا التي لم يستطع بشار الأسد إلا أن يواجه شعبه، ويواجه قطر التي ليس لها علاقة بمواجهة الأسد، ويواجه إسرائيل التي حافظت على وجود الأسد حتى الآن، والتي حافظت على وجوده في سوريا حتى الآن على مقعده، والتي فقط لم تضرب إلا بعض المواقع خوفا فقط أن يقترب أو تقترب الميليشيات الإيرانية إلى الجنوب السوري، فقط عندما يعني أرادت الميليشيات أن تعبر الخط الأحمر تم ضرب الميليشيات، تم ضرب بشار الأسد. ولكن يحرص بشار الأسد، تحرص إسرائيل أو يحرص الكيان الصهيوني على وجود بشار الأسد، وهذا ما تحدث به أيضا مسؤولون في الكيان الصهيوني، وتحدث به كثير من المحللين والخبراء الإسرائيليين الذين قالوا بأن الأسد ضرورة، ووجود الأسد ضرورة في هذه المرحلة. مشاهدينا الكرام، ننتقل لخبر آخر خاص بالدستور والتعديلات الدستورية، حيث دعت الحركة المدنية الديمقراطية جميع المصريين وكل القوى المدنية في البلاد من أحزاب ومنظمات ونقابات إلى الاصطفاف حول مطلب واحد، هو التصدي لمحاولة زعزعة استقرار الدولة المصرية بانتهاك الدستور والانقلاب عليه. أعلنت الحركة في بيان لها رفضها التام لما وصفته بالمحاولات والدعاوى المشبوهة المطالبة بتغيير الدستور، محذرة من مغبة العبث به. كما أعلنت عن تصديها لمحاولات تعديل الدستور بكافة الطرق السلمية الديمقراطية والقانونية، مذكرة السيسي بما قطعه على نفسه من عهود والتزامات باحترام الدستور وعدم المساس به في تصريحات سابقة. مشاهدينا، حول هذا الموضوع سعيد ونرحب بالدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، سابقا معنا عبر الهاتف. دكتور كمال، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، يا مرحبا. يا مرحبا دكتور كمال. في البداية، كيف رأيت هذه التحركات داخل النظام وداخل ما تسمى المؤسسات التابعة للنظام المصري حول تعديل الدستور بما يسمح للسيسي بالبقاء ربما مدى الحياة أو لفترات ومدد رئاسية أخرى؟ منذ سنة 2015، بعد سنة واحدة من الانتخابات الرئاسية، كانت هناك حملات ضعيفة تطالب بتعديل الدستور. نعم. وأنا مررت بتجربة مع الشيخ مظهر كهين في برنامج 90 دقيقة مع المعتز بالله عبد الفتاح. نعم. وكان مما قاله لي في البرنامج إن الدستور يحتوي على متفرقات وجوه، وحينئذ استغربت. يحتوي على ماذا بالتحديد؟ لما أسمعك بشكل جيد. نعم. 98% من الشعب موافق على هذا الدستور من الاستفتاء. نعم. وكانت الناس بترقص وما إلى ذلك. واتفقنا في النهاية بعد حوار على الدستور، إذا كانت 2-3 عشرة تحتاج تعديل، لم تطبق منه إلا القليل، والذي طبق تطبيقا قاطئا. نعم. ليس هناك مادة واحدة من باب الحريات العظيم طبقت في القضاء ولا في النيابات ولا في البرلمان ولا في النواحي الاجتماعية ولا القانونية في مصر. فالمحاولات قديمة،
ولذلك كان هناك محاولات ضدها يقودها الدكتور سمير علاج وحازم حسني والدكتور احمد القرع اللي كان وزير الشؤون الاجتماعيه. نعم. ومعه عدد من الوطنيين المخلصين لحمايه الدكتور وصيانه الدكتور. فالمعركه قديمه وليست جديده. إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الحركات المدنية الديمقراطية في دعوتها للمصريين، جميع المصريين كما سمتهم وكل القوى المدنية في البلاد، للتصدي لمحاولة زعزعة استقرار الدولة بانتهاك الدستور والانقلاب عليه؟ هل يمكن أن تلقى هذه الدعوات تعاطيا إيجابيا من جموع الشعب المصري من وجهة نظرك دكتور كمال؟ أنا من وجهة نظري أن الحركة هي الكيان الوحيد الآن الوطني يتحدث عن مستقبل مصر ومصلحة مصر غير الأرض اللي موجودة في الخارج. هذا لأن الشعب في هذه الحركة المدنية الديمقراطية كان مطلوبا يوافق نقاط جديد جدا الضغط والتسلط الموجود في أجهزة الأمن والمحاولات العبثية لتجاوز الإعلام داخل مصر. هذه الحركة المدنية الوطنية تحتاج أن تلتفت الشعب حولها التفافا حقيقيا، لأن المعارضة اللي في الخارج موجودة كثيرة تستمر في إعلامها. وهذه الحركة المدنية الوطنية الوطنيين المحترمين. تقصد دكتور هلباوي دكتور كمال تقصد بأنه انتخابات الأولى؟ نعم. الصدق والنزاهة. تقصد دكتور كمال بأنه الحركة المدنية الديمقراطية تحتاج مساندة المناهضين للانقلاب في الخارج كي يكون لها تأثير في الشارع؟ لا أسمعك بشكل جيد على كل حال، لو أيوة. سمحت لو تغير مكانك حتى أستطيع سماعك دكتور كمال. حاضر. تفضل. تحتاج الحركة المدنية الديمقراطية أن يلتف الشعب المدني حولها للأمن الباقي داخل مصر للشعب وتنبيه هذا الشعب على وجهة الإجيان على الدستور وغير الدستور. نعم. لأن الحركات المعارضة في الخارج لها أهدافها دفع الصراع مع السلطة، ولكن الحركة المدنية الديمقراطية ما زالت داخل الشعب يثق فيها إلى حد ما. نحن نحتاج الشعب المصري أن يلتف عنها تجد الحركة المدنية الديمقراطية دعم للمصريين في الداخل والخارج. نعم، وصلت هذه الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور كمال الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شكرا على وجودك معنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. ثانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية على مرضى من البشر كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامة. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بالجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ شتان وأكبر معوق لحركة ألف إشباح 3-7 ألف قتل مش دولة حقيقية. أعدادها كبيرة برضه جاية على مرضى من البشر كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامة. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بالجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ شتان وأكبر معوق لحركة ألف إشباح 3-7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من مباشر مصر. نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو دكتور أسامة رشدي عضو المجلس القومي المصري لحقوق
الإنسان دكتور أسامة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ أسامة. أهلا بك دكتور أسامة. ربما لدينا بعض الأمور المهمة، عندنا بعض الأخبار المهمة، منها موضوع الإفراج عن أم زبيدة، نتحدث فيها ونتحدث في قصة زبيدة وفي قصة أمي. أيضا هناك أمر شغل الكثير الآن من الشعب المصري، أثار ضجة كبيرة، أثار ربما سخرية في بعض الأحيان، وهو القرار بمنع، قرار جمهوري بمنع رئيس الوزراء والوزراء ومنهم طبعا وزير الدفاع، وزير الداخلية، رئيس البرلمان، المحافظين، رؤساء المجالس المحلية، الكل تم منعه من الخروج خارج البلاد إلا بأمر من السيسي. هذا قرار جمهوري صدر بالأمس تحديدا بتاريخ 14/1/2019. في أي إطار يمكن فهم هذا القرار من السيسي بمنع كل هؤلاء من الخرج، من الخروج خارج البلاد دون إذنه؟ يعني طبعا لا يمكن فهم هذا القرار إلا في إطار عسكرة الدولة. العسكر هم يعملون بهذه الطريقة، لا أحد يخرج من المعسكر إلا بإذنه وإلا بتصريح، وهكذا السيسي يعامل هؤلاء الناس. وهذه طبعا القرارات هي سابقة لأول مرة في تاريخ مصر، لأول مرة في تاريخ مصر يصدر قرار جمهوري بتحديد يعني سفريات كبار المسؤولين اللي هم في هذا المستوى. يعني كل هؤلاء الناس لابد أن يتقدموا بإذن للحصول على التصريح السفر. نعم. وهذا الأمر، موضوع تصريح السفر، هذه مسائل عفى عليها الزمن، كانت في أيام الأنظمة الشمولية الاستبدادية، كانت نعم. في الستينات والسبعينات، يعني بدايات السبعينات. إنما هذا السيسي زي ما أنت شايف كده، كل الوسائل القمع والسيطرة هو يعني بيتخذها. إنما هو سفرياته، هو سافر، يعني لم يسافر واحد يشغل هذا المنصب من قبل بمثل هذا الكم من الإسراف في السفر. كل يوم مسافر، وكل يوم أي قصة مزعومة أو أي سبب تافه تجده يطير، وتتحمل الدولة عشرات الآلاف من الدولارات في مقابل تحركاته اللي هي أحيانا لا يكون ليس لها أي قيمة. طيب، لدينا النص، القرار، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 23 لسنة 2019 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة، معنا الآن على الشاشة هذا القرار من الجريدة الرسمية ومنشور بنفس هذه الطريقة. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وكأنه يعني هناك دستور يتم العمل وفقه، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 58 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال والقرارات المعدلة لها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 72 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام، قرر المادة الأولى يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقلم رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف والمناصب الآتية. نركز في هذه المناصب بالتحديد، أولهم رئيس مجلس الوزراء، نواب رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم. ويسري حكم الفقرة السابقة على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء. المادة الثانية يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لشاغلي الوظائف والمناصب الآتية، الوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى، ونواب الوزراء والمحافظون ونواب المحافظين، رؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة. يسري حكم الفقرة السابقة على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير، وعلى كل من تكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص بمقتضى القوانين واللوائح. المادة الثالثة، يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 72. المادة الرابعة، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. طيب، بالنسبة لهذه المناصب بالتحديد،
الفقرة ضمن المادة الأولى يسري حكم الفقرة السابقة على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس وزراء أو نائب رئيس وزراء. نعم. يعني يضم ذلك شيخ الأزهر أيضا. في طبعا في رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم. فمن ضمن الهيئات المستقلة يأتي الأزهر الشريف، والمفروض تأتي الكنيسة أيضا، ويأتي الأجهزة الرقابية اللي هي يفترض أن هي قد يقتضي يعني عملها سرية الأمر فيما يتعلق بالتحرك لتحري بعض المعلومات أو متابعة قضايا يعني. فطبعا هذا كله زي ما بقول لحياتك، هذا الرجل يعني يحيط بشباكه الجميع ويقيد الجميع ويشعر الجميع أنهم يعني طلاب في مدرسة ابتدائية، لابد أن يتصرفوا، يحصلوا على الإذن والتصريح قبل أن يتحركوا من مكان إلى مكان. هذا يعني هل ينوب ذلك دكتور أسامة عن خوف، تخوف شخصي لدى السيسي من أي تحركات؟ ربما نحن مقبلون على الذكرى الثامنة ل 25 يناير. يعني هي بس مش متعلقة بس ب 25 يناير، متعلقة باللي هو مسكون طبعا بالخوف ومسكون بالشك من جميع المحيطين به، ولذلك هو يبادر دائما بتغيير القيادات. يعني لا يسمح لأحد، ولا سيما اللي هم بيشغلوا المناصب الأمنية والمناصب العسكرية، فدائم التغيير في هؤلاء الناس مسكون بالخوف منهم، يريد أن يعرف على وجه الدقة والتحديد من يسافر ومع من يتقابل ومع من يعمل، وبالتالي أيضا يمكن أن يفرض عليه قدر من الرقابة في الخارج أو المراقبة على ما يقوم به في الخارج. فهو زي ما بيقول لك رجل مسكون بالخوف، لأنه غادر، وهو الغادر دائما ما يخشى أو يتوقع الغدر أيضا من الآخرين، يخاف حتى من هؤلاء الذين جاء بهم ووضعهم في هذه المناصب، وربما باختيار بدقة في الاختيار. يعني هو خوف وتحكم في آن، يعني هو أيضا يريد أن يشعرهم أن هم ليس لهم أي قيمة، وأنهم يحتاجون إلى الإذن منه، وأنهم ليسوا يعني أحرار فيما يفعلون أو فيما الخطوات التي يقومون بها، لابد أن يعودوا إليه ولابد أن يحصلوا على التصريح والإذن. وزي ما قلت لك هذا أيضا أسلوب في الإدارة، أسلوب عسكرة الإدارة. يعني الإدارة الآن حتى الذي لا يحمل رتبة عسكرية وليس لم يسبق له العمل كإطار عسكري في الخدمة من قبل، فهو يتعامل معهم مثل العساكر في المعسكر، يحتاجون إلى التصديق والتصريح منه شخصيا، وهذا قرار جمهوري، يعني حتى ليس تفاهمات ودية. يعني كان ممكن يقول لهم والله ببلغوني يعني يعني في الاجتماعات اللي بيعملوها، والله يبلغوني بسفرياتكم قبل ما تسافروا، إنما ده قرار جمهوري. يعني معناها ممكن لو واحد منهم راح المطار بدون ما يحصل على تصريح يمكن يمسكوه أو يرجعوه أو يعتقلوه، زيه زي أي مواطن من المواطنين اللي هم حاطين أساميهم على يعني قوائم ترقب الوصول وما إلى ذلك. طب ربما يجد يعني مطبلوا السيسي سواء من الإعلاميين أو سواء من بعض من لازالوا يؤيدون السيسي ويؤيدون هذا النظام، يجد في ذلك القرار أنه هذا ضبط للنفقات، ضبط لعملية الإسراف التي تتم في السفريات والتنقلات، فلابد أن كل شيء يرجع للسيسي حتى يكون هناك ضبط لهذه الحالة. يجد في ذلك أيضا هؤلاء أنه السيسي يحكم السيطرة الحقيقية والقوية حتى لا يخرج أحد ويسوء سمعة مصر. يعني هناك من يتحدث في هذا الإطار، وبالتحديد موضوع النفقات المالية، حتى يقلل من النفقات ويعني يعمل تحكم كنترول عليها. والله موضوع تقليل النفقات، يعني هو أول من يريد أن يقلل نفقاته هو السيسي نفسه. السيسي اللي هو كل يوم بيعمل مؤتمرات وكل يوم بيعمل لقاءات وكل يوم بيعمل سفريات، ولو بحثنا في الموازنات التي
ينفقها السيسي لو لنا سلطة الرقابة كشعب على ما ينفقه السيسي سنجد أنه أنفق أضعاف أضعاف حتى ما كان ينفقه حسني مبارك الذي كنا نتهمه بالإسراف. فهو الحقيقة السيسي نفسه هو من يريد أن يضبط نفقاته وأن تتم مساءلته على ذلك، إنما الوزراء وغيرهم يفترض فيهم أن هم أيضا ما فيش واحد فيهم بيتحرك إلا في إطار خطة أو إلا في إطار مشروع أو في إطار زيارة رسمية أو ما إلى ذلك، يعني فهذا لا يفترض فيه أنه هو كل يوم طالع يتفسح مثلا، هذا يعني مش مقبول. وكانت هناك وسائل أخرى يمكن التأكد فيها من هذا الأمر، مثل الأمور المحاسبية التي تتم من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات بتاع الدولة، لكن هو السيسي سطى على سلطة كل الأجهزة الأخرى. أنت لا تسمع صوتا الآن للجهاز المركزي للمحاسبات بعد اعتقال هشام جنينة، هل تسمع أي خبر الآن عن الجهاز المركزي للمحاسبات؟ انتهى، لأنه ألجم وتم إرهابه وإرهاب من يعملون فيه. أي تقارير هتعملوها على الفساد هن يعني سيكون مصيركم مثل مصير هشام جنينة. وبالتالي الأجهزة الرقابية الآن هي الدستور يفترض أنه جعلها مستقلة وغير قابلة للعزل، إنما جي السيسي راح مغير القوانين وعملها أنه هو قادر أنه يعزل رؤساء الهيئات المستقلة، رغم أن هذا كما قلت مخالف للدستور، فكما عزل هشام جنينة من قبل وغيره. فهذا يسطو على كل سلطات الدولة وعلى كل الأجهزة التي يفترض أنها تراقب السيسي نفسه. يعني الآن أنت تشوف ترامب الآن محاصر بالتحقيقات من كل مكان، الـ FBI بيحقق ومولر بيحقق والكونجرس بيحقق وهو الرئيس، لكن لا يستطيع أن يغل يد هذه السلطات. النهاردة وزير العدل الأمريكي المرشح لأنه هو يكون وزير عدل، فأثناء استجوابه في الكونجرس بيقولوا له أنت ترامب اشترط عليك قال لك توقف تحقيقات مولر علشان تتعين، قال لهم لا أبدا، لا مولر سيكمل تحقيقاته وأنا لا أستطيع أن أتدخل في هذا الأمر، أنا وظيفتي أن أنا أطبق القانون والدستور وليس وظيفتي أن أستخدم القانون لأغراض سياسية تخص الأحزاب أو ما إلى ذلك. هذا هو ما يفترض، هذا هو عندما طلب ترامب من وزير العدل السابق أنه هو يوقف بعض التحقيقات قال له أنا أرفض تسييس العدالة، رغم أنه موظف عند ترامب، هو ترامب اللي معينه. إنما في النهاية يفترض أن تكون لكل هؤلاء الناس، ده بالعكس أنت رئيس مجلس الوزراء، ده في الدستور له السلطات موازية لسلطة الرئيس. الرئيس في الدستور لا يملك كل السلطات، هو فقط يشرف على السياسة الخارجية والأمن والدفاع، إنما من يدير الدولة في الحقيقة في هذا الدستور الموجود دستور 2014 هو رئيس مجلس الوزراء، وبيستمد سلطته المفروض من البرلمان، ولا يستطيع السيسي أن يعزل رئيس مجلس الوزراء. هذا هو أنا بكلمك في القانون وفي الدستور، لك للأسف الدستور في الزبالة والقانون يعني شدوا عليه السيفون، فما فيش لا البلد لا فيها قانون ولا دستور. وهو مع أنه بدأ في القرار بعد الاطلاع على الدستور، ملوش الدستور دستور إيه؟ إذا كان الدستور كما قلت لك يجعل صلاحيات مطلقة لرئيس الوزراء، لا يستطيع السيسي أن يسائل رئيس الوزراء، ولا يستطيع السيسي المفروض أن يتخذ قرارا إلا بالعودة لمجلس الوزراء وبالتشاور مع مجلس الوزراء. بعد ما عملنا الدستور ده بتاع 2012 اللي هو نفس دستور 2014 اللي هي المدة الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم، لما الرئيس مرسي أصدر قرارا بدعوة الشعب للانتخابات، انتخابات مجلس الشعب، وطلع له القضاء الإداري راح أبطل قرار الرئيس وأثبت في حيثيات حكمه أنه بناء على الدستور الجديد الرئيس ما ينفعش أن يأخذ قرار، أنه ده قرار سيادي.
إلا بالتشاور مع مجلس الوزراء. يعني لازم مجلس الوزراء يقر الأول وبعد كده الرئيس يؤيد. أين القضاء الإداري الآن؟ ما فيش لا طيب. قرار قانون إداري طيب. محاكم إدارية ولا هذا الكلام كله كلام عبث وعبث واستخفاف بما يسمى الدستور الذي هو استخف به ولم ينفذ منه حرفا واحدا منذ أن جيء به بهذا الانقلاب المشؤوم. طيب دكتور أسامة، في المادة الأولى خص من هؤلاء الذين لا يجوز لهم السفر إلا بقرار منه وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ثم قال بقية الوزراء يأخذوا الترخيص من رئيس الوزراء. لماذا خص هذه الوزراء بالتحديد؟ يعني الدفاع، داخلية، خارجية، عدل، يعني هذه الوزارات تسمى الوزارات السيادية في العرف المصري. وزارات السيادية التي لها سلطة سيادية اللي هو بيتحكم في القوة، الداخلية والجيش والدفاع دول معهم السلاح ومعهم القوة، والخارجية طبعا دوا اللي هو يفترض ان هو تابع بقى لرئيس الجمهورية، لان قلت لك رئيس الجمهورية في بعض الوزراء المفروض بيبقوا تابعين ليه مباشرة يعني. او والعدل ايضا هي وزير سيادي يعني، وكان مفترض يضيف لهم بقى المالية كمان، لان برضو في الدول المحترمة وزير المالية ده بيبقى حاجة كبيرة قوي يعني، لان هو اللي ماسك الصندوق والحصالة بتاع البلد. لكن اللي ماسك الصندوق تحيا مصر، بما ان السيسي عنده الحصالة والصندوق بتاعه والموازنة بتاعته الخاصة اللي هي الله اعلم قد يعني قد تعدل ما لدى الدولة من موازنات يتصرف فيها كيف يشاء، بيعمل النهر العظيم الآن في اللي هي العاصمة الجديدة بتاعته، الأكبر برج وأكبر مسجد وأكبر مش عارف إيه، وقاعد زي الطفل المعجزة، الطفل اللي ديته لعبة وعمال يلعب بيها بدون دراسات جدوى زي ما هو قال، وبدون دراسة الأولويات الإنفاق كما هو اعترف بنفسه، بدون أي شيء. المهم إن هو عايز يرضي غروره وأحلامه ومشاريعه التافهة التي لا تخدم مطلقا مشاريع وطموحات وأمال الشعب المصري، ولا تخفف معاناته أو تقع في إطار أولوياته. كل مشاريعه هي خارج إطار الأجندة الوطنية التي يفترض أن تكون. لو كانت هناك أجهزة منتخبة من الشعب ويحاسبها الشعب، سواء كان إدارات محلية أو إدارات أو وزارة أو برلمان حقيقي أو ما إلى ذلك، ولكن هو داس بالحذاء على كل سلطات الدولة واغتصبها بمثل هذه المراسيم التي لو تم محاكمتها إلى القانون ستجد أنها مراسيم باطلة ولا يحق له أن يتخذ مثل هذه القرارات. طيب دعنا نشرك معنا عبر الهاتف دكتور صفي الدين حامد، مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية. دكتور صفي الدين، مرحبا بك. دكتور صفي الدين حامد، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. نعم تمام، وصل الصوت. أهلا بك يا دكتور صفي. في البداية، في أي إطار رأيت هذا القرار، ما يسمى بالقرار الجمهوري من السيسي بمنع الكبار العاملين في الدولة من التنقل والخروج خارج البلاد إلا بقرار وبإذن منه شخصيا، على رأسهم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل؟ أولا تحياتي لك ولكل المشاهدين، تحياتي وطبعا لعزيزنا وصديقنا الدكتور أسامة رشدي في الاستوديو. يعني لا يمكن يعني الرد على هذا القرار السلطان إلا بحاجة واحدة، هذا الرد لا يثق بأي شخص في العالم ولو حتى ابنه وزوجته. هذا واضح أنه رجل قلق يخشى أن أي واحد من أعوانه من رئيس الوزراء إلى أقل عامل نظافة في الشارع أنه يكرهه أو يريد
قلب النظام الحكم عليه. فلذلك هو لا يثق أي منهم سيخرج وينضم إلى أي معسكر من المعسكرات يعني المعادية، يعني أي دولة ضده أو العشرة مليون مصري اللي في الخارج. يعني هذا الرجل يخاف، أنا لا أعتقد أن هذا الرجل ينام ليلة واحدة في مكان مقرر يعني كل يوم، لا يمكن. إلا هذا رجل بيشك في صوابع أيديه، رجل يتعامل مع الدولة المصرية والأمة المصرية جميعا كأنها في معسكر يعني من المساجين كمان، مش يعني مش من الجنود والضباط، يعني معسكر من المساجين الخطيرين، بحيث انه لا حتى في رئيس وزراء في وقت الجيش، في وزراء، في مديرين الجامعات، في مديرين المصالح. هذا يعني والله انا مش عاوز اقول ان لم يحدث في التاريخ. انا لا اعتقد ان احنا لو درسنا ستالين وهتلر وصدام حسين وماو تي تونغ وخلافه، ان احنا سنرى واحد يعني وصل الحال به الى هذا الهذيان والخوف زي عم فتح. طيب هذا الهذيان وهذا الخوف الذي ولد هذا القرار، قرار جمهوري بمنع كل هؤلاء وهذه المناصب السيادية، كبار رجال الدولة، كبار العاملين في الدولة، من التنقل والخروج خارج البلاد إلا بقرار جمهوري منه هو شخصيا، هل يكون لذلك تأثير ربما هذه الوزارات السيادية، رؤساء هذه الوزارات أو هذه المناصب السيادية كلهم، أي ردود فعل؟ هل تتوقع ذلك يا دكتور صفي؟ لا أنا ما أتوقع طبعا. من رضي أن يعمل عند السيسي رئيس وزراء أو وزير أو حتى يعني قائد وحدة عسكرية ولا شيء يعني سلاح ولا. طبعا هو يعني إنسان من الأصل يخاف ولذلك اختار. لكن أنا يعني عاوز أقول كيف تدار الدولة والمفروض أن مئات من العاملين في هذه الدولة تستدعي يعني سفراء. احنا مثلا عندنا على الاقل 200 سفير وعندنا كم قنصل، الله اعلم يمكن 1000 قنصل او اكثر وهكذا. هل كل هؤلاء يعني ياخذوا اوراقهم الى رئاسه الجمهوريه عشان يوافق عليها؟ يعني هنعمل طوابير مثل طوابير الجمعيه الاستهلاكيه في العصر عصر عبد الناصر يعني يعني حاجه غير معقوله غير معقولة ان كبار رجال الدولة يعني يقفوا في طوابير ليأخذوا الإذن بالخروج بهذا يعني. طيب. لم نره وهذه مهزلة يعني. ابقى مع دكتور صفي، سعود إليك، عود مرة أخرى دكتور أسامة رشدي مع في الاستوديو. دكتور أسامة، هل تتفق مع دكتور صفي بأنه لن يكون هناك ردات فعل، أم أنه يمكن أن تولد هذه الحالة حالة الخنق ردود فعل من قبل هؤلاء بما أنه يخاف منهم يعني كما قلت؟ لا أنا أتفق طبعا مع ما قاله الدكتور صفي اللي بنحييه الآن. هذا الرجل، هؤلاء الناس أشباه رجال اللي هم بيقبلوا أن هم يعملوا في هذه المنظومة الاستبدادية، وهو دائما يتعمد إهانة الناس زي ما أنت بتشوف كده، بيوقف محافظ ويقول له أنت دخلك كام والميزانية مش عارف أسئلة غبية وكأنه بيفاجئ تلميذ مفتش داخل الفصل بيسأل التلامذة على جملة عشان يعربها ولا عشان مسألة يحلها عشان يقيم يعني كلام ما ينفعش يتعمل على الملأ في الـ 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 النمط من المؤتمرات اللي ابتدعه السيسي، واللي هو كل أسبوع يعني لا يخلو أسبوع من مؤتمر أو مؤتمرين من مؤتمراته الهزلية اللي بيقعد يدي الناس ظهره ويقعد يتكلم وهو كله كبر وكله استعلاء وكله عدم احترام للآخرين ومحاولات لإهانة الناس ولكسر نفسيات الناس يستطيل على الناس انه هو انا اللي عارف كل حاجة وانا اللي بفهم في كل حاجة وانا طبيب الفلاسفة وانا اللي بيقولوا لهم اسألوه، ده يعني العالم كله جاي طوابير الان عنده بيستمد الحكمة يعني والعلم لدني منه. وبالتالي
هذا الرجل بهذه النفسية المعقدة وهذه النفسية المريضة هو يقوم بمثل هذه القرارات الطائشة الغير منطقية والغير عملية. لأن الإدارة الحديثة الآن يا أخي إذا كان إحنا دلوقتي بنتكلم على العمال في دول الخليج اللي هم اعتقوهم الآن في كثير من البلاد من الخروج يعني تصريح السفر أو تصريح هذه التصريحات ولا هذه نوع من أنواع التحكم اللي هو بيتنافى مع الحريات الأساسية الآن اللي بيتمتع بها أي مواطن. فإذا إحنا كنا بنقول أن المواطن حر وله حق السفر وحرية والدستور بينص على نيجي على رئيس الوزراء والوزير والمش عارف إيه ونقيده. طب ما أنت لو أنت عايز تعمل قواعد للإنفاق ما تعملوها بتوع الجهاز المركزي المحاسبات وتنزل عند الوزارات والوزراء والإدارات تحترم هذا الـ ويأتي الجهاز يحاسب أو يكتب تقارير على أي يعني إنفاق غير طبيعي مثلا في هذه المؤسسات. إنما أنت تأتي تصدر هذه القرارات الفوقية وده ياخد إذن من ده وده ياخد إذن من ده ودول لازم ياخدوا إذن مني ودول إيه ده؟ هذا كلام بقول لحياتك غير مسبوق يعني لم نقرأه في أي كتاب ولم نعرفه في أي نظام آخر إلا مثل هذا الشبه دولة التي يديرها السيسي الآن. دكتور أسامة هناك من علق على هذا القرار وقال بأنه المقصود الأول من هذا القرار هو شيخ الأزهر والذي طبعا هو يعامل قانونيا معاملة رئيس الوزراء بعد أن تكررت زياراته للخارج خلال المرحلة السابقة وخاصة خلال هذه السنة الأخيرة وخاصة عندما ظهر شيخ الأزهر في أكثر من موقف يعارض توجهات السيسي خاصة عندما تحدث عن السنة وأعطى السنة حقها وأهمية السنة. والله أنا لا أميل الحقيقة لهذا التفسير. هذا الرجل يتعمد إهانة الجميع إهانة الجميع ويعني زي ما قلت لك تحقيرهم ومعاملتهم معاملة من يعني ناس دون منه يعني كل واحد عن إذنك يا أستاذ أروح يا أستاذ أجي يا أستاذ. وهذا كما قلت لك لا يتناسب مطلقا أو لا يتوافق مطلقا مع الدستور. لما قلت لك أن النظام الأزل معمول به لو جيت قريت الدستور حتى دستور 2014 لأنه هو لسه بيحتفظ بنفس باب نظام الحكم اللي كان في دستور 2012. فدستور 2012 عمد إلى أن يكون النظام السياسي المصري هو نظام شبه رئاسي وليس نظاما رئاسيا يعني لا يتمتع فيه الرئيس بالسلطة المطلقة بل أن رئيس الوزراء له السلطات تفوق سلطات الرئيس فيما يتعلق بالشأن الداخلي. فكيف تقيدني أنا إذا كنت أنا رئيس وزراء صح وبستند لهذا الدستور وأنا لي سلطة زي السلطة بتاعتك وأنت لا تستطيع عزلي ولا تستطيع محاسبتي؟ المفروض اللي يحاسبني هو البرلمان كما هو ينص الدستور وتيجي تقول لي ما تتحركش غير لما تاخد إذن. إذن من مين؟ ما عندوش الحق إنه هو يأذن فيه ومش هو اللي بيعينه ده البرلمان اللي بيعينه. وبالتالي أنا بقول لك كلها أمور اغتصاب. ما عندوش الحق وليس قانونيا وليس لا دستوريا ولا لا. قانونيا هذا لا. اغتصاب للسلطة واستمرار لنمط عسكرة الدولة ونمط إهانة المساعدين بتوعه لا. وكبار المسؤولين عنده. طيب أعود مرة أخرى دكتور صفي الدين حامد ولكن بهذا القرار دكتور صفي رغم ما فيه من مغالطات رغم ما فيه من تجاوز للدستور والقانون كما عهدنا لكن هل ينجح بذلك السيسي في إحكام السيطرة الحقيقية على مفاصل الدولة؟ أولا هو لم يحترم الدستور من أول يوم هذا الدستور لم يستعمل منذ كتب وهو عبارة عن يعني صحيفة عمل فيها 50 عضو وعلى رأسهم عمرو موسى ولم ينبت بكلمة دفاعا عن هذا الدستور اللي هو تصدره عمرو موسى وخلافه.
لم نسمع الا من الدكتور كمال الهنداوي بعض التحفظات في الاسبوع الاخير. فهذا الدكتور يعني دعونا من الكلام عنه انه لم ياخذ له قيمه يعني داس عليه السيسي من اول يوم. اما بالنسبه لهل يعني هل السيسي يعني هيستطيع التحكم في كل مفاصل الدوله؟ هو متحكم في كل مفاصل الدوله. هو الرجل يعني كما يقول هنا الامريكيين ينفخ البالونه الى اقصى حدود. لكن اذا كان له تخوفات وقرر واصدر هذا القرار جراء تخوفاته، هل هذا القرار ربما فعلا يزيل هذه التخوفات لديه؟ وإذا كان هناك تخوفات حقيقية فهل يحكم السيطرة على هذه التخوفات أم لا من وجهة نظري؟ طبعا لأنه خد بالك يعني مثلا بما أنه عنده باستمرار احتياج لسيرات تسليح وخلافه يخرج لواءات وكبار الدولة ليمضوا يعني كبار المؤسسة العسكرية ليشاهدوا ويستلموا وكل هذه الاشياء. يعني احنا بنشوف هنا في واشنطن في بعض الاحيان بعثات العسكريه للتجيء للسلاح لطلبات السلاح بيبقوا 12 لواء مع بعض. كل هذا طبعا هو يريد ان يتحكم فيه تماما. اما الشيخ الازهر فهو ممكن يرفض شيخ الازهر الليله. ما اعتقدش شيخ الازهر ليس له هذه الشعبيه، له الاحترام عند كل مسلم يعني لبق او مسلم يعني يعترف باهميه العلم سواء مصري او عربي او اسلامي. لكن هو مش شيخ الازهر هو. لكن يعني هل يستطيع يتحكم؟ طبعا هيستطيع يتحكم في كل انسان يتنفس وعاوز يخرج في مهمه رسميه لازم هو يعرف بها. يعني هذه اعتقد انها نصيحه من التعيس اللي وضع مدير المخابرات اللي هو عباس كامل ولمس عند السيسي طبعا ما يعني الحاسه الجبانه في الخوف من كل شخص حوله. وهذا يعني سيؤدي الى انفجار في الاخر. شكرا جزيلا دكتور صفي الدين حامد وسط هذه الفكره مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية، كنت معنا عبر الهاتف. دكتور أسامة أستأذنك في فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حلقتنا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. جاي أعداد هاتفية برضه جاية في على مرمى من المشهد كده في الاتجاه برضه وسيحكم التعليم علي وعلى أهلي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ شتان وأكبر معوق لحركة ألف إشباح 237 ألف قتل مش دولة حقيقية على مرضى من المشهد كده في الاتجاه برضه وسيحكم التعليم علي وعلى أهلي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ شتان وأكبر معوق لحركة ألف إشباح 237 ألف قتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. أعود وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو دكتور أسامة رشدي عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان سابقا. دكتور أسامة أهلا بحضرتك مرة أخرى. أهلا وسهلا. قررت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد إخلاء سبيل أم زبيدة والتي كانت تحدثت عن اختفاء ابنتها قسريا واحتجازها وتعذيبها واغتصابها من قبل أجهزة الأمن. اعتقلت السلطات المصرية أم زبيدة إثر تحدثها في تقرير تلفزيوني بثته قناة بي بي سي اتهمت فيه أجهزة الأمن المصرية باعتقال ابنتها وتعذيبها، وأشارت إلى أن زبيدة مختفية منذ أبريل عام 2017. كانت النيابة قد وجهت لأم زبيدة تهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. عود إليك مرة أخرى دكتور أسامة. طبعا إخلاء السبيل يعيدنا إلى القصة ويعيدنا إلى الاتهامات التي وجهت لأم زبيدة.
هذه الاتهامات الكبيرة. كيف رأيت هذا الأمر بجملة يا دكتور أسامة؟ يعني أم زبيدة سيدة مصرية أصيلة تعكس مدى يعني قضيتها بتعكس مدى جبروت وإرهاب وظلم وفاشية هذا النظام القمعي الإرهابي. هذه السيدة سبق أن اعتقلت من قبل هي وابنتها، كانوا بيمروا بجوار يعني رحين يتسوقوا بجوار إحدى المظاهرات، تم اعتقالهم وجلسوا في السجن أكثر من عام، ثم بعد ذلك أخلي سبيلهم بعد ما تعذبوا وبعد ما يعني نالهم ما نالهم. وفيما بعد البنت وهي نازلة من بيتها في ميكروباص تم توقيفها واختطافها وأخفيت قسريا، اللي هي زبيدة نفسها. نعم. وظلت الأم تبحث عن ابنتها ولا مجيب ولا منادي شهور طويلة، ثم كان أن جاءت لها صحفية من البي بي سي فسجلت معها، هي أم مكلومة تبحث عن ابنتها، لا جماعة إرهابية ولا جماعة سياسية ولا لها علاقة بنشر أخبار كاذبة، أم مكلومة تبحث عن ابنتها العروس اللي هي يعني اختفت ولا وجاءها خبر أنها اعتقلت ولا يعترف بها هذا النظام الإجرامي. ثم بعد أن حدثت الفضيحة وأذاعت البي بي سي تقريرها وظهرت الأم هذه المكلومة تبكي وتقول اسجنوني أنا وطلعوا بنتي، فقام الأمن بعمل مسرحية في شهر فبراير العام الماضي، هذه المسرحية جابوا البنت أظهروها وطلع إن هي مخلفة طفل مش عارفين طبعا، وجابوا واحد وقالوا إن ده جوزها، وطبعا كل الأنباء وأم زبيدة فندت أن عقد الزواج المزعوم اللي هم طلعوه الصورة اللي فيه هي نفس الصورة التي نشرتها أم زبيدة وهي تبحث عن زبيدة، وقالت أن هذا العقد مزور، والبنت واضح أن هم اغتصبوها وأن هم يعني جابت طفل من الاغتصاب، وإني كل القصة اللي قالها عمرو أديب يومها قصة كاذبة ملفقة. ولماذا إذا كانت البنت جوزت واحد وعايشة بسلام وأمان تعملوا اللقاء في مديرية الأمن؟ طبعا عملوا لقاء إخراج كده في مديرية الأمن لأن البنت هي موجودة ومتجوزة، طب متجوزة وهربانة من أمها ليه؟ يعني إذا كانت واحدة تزوجت وخلفت وما ترجع لأمها، يعني أمها يعني حتى لو أمها مش موافقة على يعني ما بتحصل 50,000 قصة، والعائلات فيما بعد بتعرف إزاي تحل مشاكل. الرواية واضح أنها مزيفة، الرواية مزيفة والبنت ضحية والأم ضحية لإسكتها وقمعها، وهم الآن بيطلعوها، طبعا ما حدش عارف أنه ما يطلعوها ولا لا، أنها لم تخرج برضه عشان تفهم المشاهدين إخلاص سبيل أن في سيناريو، لا كمان ممكن النيابة بكرة تطلع تستأنف قرار إخلاء السبيل ويتم إبقائها في السجن، فنحن لم يعني لن تتأكد إلا إذا أفرج عنها بالفعل، لأن المئات من قبلها قد أخذوا أحكاما إخلاء سبيل أو بالإفراج يعني على ذمة ولم يخرجوا أصلا ولم يخرجوا. تاني شيء إني شوف كذب المجرمين دول، جماعة إرهابية وستخرج بتدابير احترازية، تدابير احترازية يعني تروح تبات في الاسم كل يوم، فعلوا من هذه السيدة الصعيدية الأصيلة الأم المصرية التي هي مكلومة وكانت تبحث عن ابنتها، جعلوا منها إرهابية، هيبيتوها بعد كده في الاسم مع المجرمين ونكلوا بها، اعتقلوها من شهر من أول مارس الماضي، يعني أدلها 10 شهور كاملة الآن وهي في السجن. وأين زبيدة الآن؟ يعني عرفنا أمها هيطلعوا، طب وفين زبيدة الآن؟ ولماذا زبيدة مختفية؟ ولماذا تخفون وتتسترون وتستخدمون إرهاب الدولة للتغطية على هذه الجرائم البشعة التي ارتكبتموها في حق نساء مصر؟ هذا ستكون زبيدة وأم زبيدة قصة ستروى، سترويها الأجيال، ستروي كيف لوث العسكر شرف مصر وداسوا على أعراض نساء مصر وجابوا عيال من بنات مصر في السجون بالإرهاب وبالقوة وبالفاشية العسكرية،
وعندما تتظلم أم، وعندما تشتكي أم، وعندما تقهر أم، يتم حبسها هي الأخرى خلف أسوار السجون بتهم زائفة، بتهم كاذبة، بتهم ملفقة. هؤلاء لا حياء لهم ولا دين لهم ولا شرف لهم، لم يرعوا حتى شرف نسوة مصر، النساء مصر، انتهكوا أعراضهم وشرفهم وزجوا بهم في السجون. سيدة كبيرة في السن يزج بها في السجن، في السجن، لأنها تشتكي وتسأل عن ابنتها. هذا يا أخي لم يحدث من قبل والله. كنا نرى في تشيلي الأمهات تطلع تدور على وتتظاهر كل يوم سبت، ولا تعمل مظاهرة عن أبنائهم اللي اختفوا أو اللي غابوا أو اللي لم يقبض عليهن، ولم يمنعنا حتى من الشكوى. يعني هذا لم يحدث أبدا. يعني البنت تختطف ويحبلوها ويخلفوا منها، يجيبوا منها عيال، وبعد كده الأم لما تشتكي يزج بها في السجن. فهذه جريمة، جريمة عصر، جريمة نظام ينبغي ان لن ينساها التاريخ ابدا. زبيدة، وانا كتبت عن ام زبيدة قبل ايام، قلت اتذكرون، لان هذه السيدة لها دين في اعناق كل المصريين، لانها بكت امام الشعب المصري كله ونقلت عبارتها البي بي سي والعالم كله نقل، ونقل كيف نكل بها وفعل بها، لانها تشتكي الى الله وتشتكي الى الناس وتقول اين ابنتي، اريد ابنتي، ففعلوا بها ما فعلوا. هذه الحقيقة، يعني حتى لو قتلوا أم زبيدة نفسها لن يمحو التاريخ هذه الجريمة، التي يوما ما إن شاء الله سنشهد العقاب الإلهي والعقاب الدنيوي بمن فعلوا ذلك بزبيدة وبأمها. يعني هذه الجريمة بالتحديد دكتور أسامة، يعني هل مرور مثل هذه الجرائم وبالتحديد حادثة زبيدة وأم زبيدة بهذه الطريقة بهذا الإجرام، هل من الطبيعي أن تمر بهذه الطريقة؟ الموضوع بقى له أكثر من سنة حتى الآن، تمر بهذه الطريقة والناس الأمور عادي، يعني لم يجد هذا الحدث زخما كبيرا على المستوى الشعبي، بما أنه حدث كبير واضح يمس الشرف ويمس النساء. لا، هو يعني هذا الحادث لم ولن ينسى كغيره من الجرائم ضد الإنسانية، وهذه الجرائم الخطيرة التي ترتكب ضد شعب مصر لن تنسى مطلقا. ولسنا في الزمن الذي يستطيع أحد أن يمحو كل هذه الجرائم. هذه الجرائم مسجلة، والست حادثها سيظل إلى 100 سنة جاية مسجل في، والجريمة واضحة وكل شيء واضح، وهذه جرائم لن تسقط بالتقادم. وإذا كان الشعب المصري كل يوم يفيق على جريمة كبيرة وجريمة تفوق سابقتها من حيث الإجرام، والآن عمليات القتل التي تجري الآن في هذا الشباب، يقتلون شبابا حتى ولا يعلنون عن أسمائهم ولا يسلمون جثثهم إلى عوائلهم وإلى أسرتهم. المشارح الآن مليئة بالجثث، جثث المختطفين قسريا والذين جرى تصفيتهم جسديا، ثم يعلنون إعلانات كاذبة أننا قمنا بالاشتباكات مع هؤلاء وهم كذبة، ونحن وثقنا العديد من حالات المختفين قسريا والذين نشرنا أسمائهم وصورهم، ثم بعد ذلك تتعرف عليهم عوائلهم في المشارح بعد أن يقتلوا بدم بارد. كل هذه جرائم، لا، السيسي يعتقد أنه قادر أنه يفلت بهذه الجرائم ويطوي صفحة هذه الجرائم. هذه الجرائم لن تمحى، لا يستطيع السيسي ولا غيره أنهم يمحوها من ذاكرة الزمن. هو الآن يمارس قمة الإجرام في محاولة لإخضاع الناس، وفي محاولة لإرغام الناس على الاستسلام ورفع الراية البيضاء، وهذا لن يحدث مطلقا. أين دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه المرحلة، خاصة من قضية زبيدة بالتحديد دكتور أسامة؟ أي مجلس قومي هذا الذي تكلم عنه؟ وهذا شوية موظفين الآن
كلهم يأكلون عيشهم بجبنهم، هو ما فيش أصلا مجلس قومي لحقوق إنسان ولا النظام أصلا. النظام عمل يعني عشان تعرف أصلا هو منتهي ولايته المجلس الموجود حاليا، والمفروض عملوا قانون عشان يعملوا المجلس تاني، والمفروض القانون بيقول في خلال شهر إن هم يعملوا مجلس جديد ولم يعمل. ما فيش لا مجالس، وراء عمل مجلس من الجنرالات قال لك هو ده اللي هيتولى قضية حقوق الإنسان. طب وفين مجلس حقوق الإنسان اللي هو المجلس الوطني اللي هو المجالس المشكلة بموجب يعني اتفاقات دولية يعني، والمفروض ان هو المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان ومراقبة أعمال الدولة فيما يتعلق بالقوانين وإلى ذلك؟ أين هو هذا المجلس؟ فيش هذا المجلس الآن، هو في حكم المنحل والمنتهي. غير كده أنه هو أرهب الجميع، الجميع الآن يعني لا يستطيعون حتى التعبير أو الكلام أو الاعتراض أو البيان أو الكلام. كل هذا الآن أنت أمام جمهورية الخوف، جمهورية الرعب، جمهورية الاستبداد والقتل على بلا ورق وبلا أي شيء. الإنسان دم المصري الآن أصبح رخيصا وأصبح مهانا وأصبح لا قيمة له تحت حكم العسكر وتحت حكم الفاشيين المجرمين الذين يرتكبون إرهاب، يمارسون إرهاب الدولة كل يوم ضد أبناء الشعب المصري، رجاله ونساءه وكباره وصغاره. الجميع الآن في خلف هذه الأسوار، أسوار الخوف وأسوار الرعب وأسوار الفاشية، حتى تحولت مصر إلى بقعة سوداء على الخريطة من كثرة الجرائم التي يقترفها هذا النظام في حق الإنسان المصري. ومع كثرة هذه الجرائم ومع كثرة ما وصفته من جرائم دكتور أسامة، يعمل النظام الآن على تكريس وجوده ربما لمدى الحياة أو لفترات رئاسية أخرى من خلال تعديلات دستورية ينوي الإقدام عليها. مع مشاهدة الناس جميعا في مصر إلى الحالة التي وصلت إليها مصر على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على المستوى الحقوقي بهذه الطريقة، هل يمكن أن تمر هذه التعديلات الدستورية؟ هل يمكن أن يقبل الناس أن يستمر هذا النظام ويكرس وجوده لسنوات عديدة أخرى؟ هو المشكلة الآن مش السؤال هل يمكن أن تمر، ما هو ممكن يمررها، هو في ما يمنع من تمريرها الآن؟ هو لديه برلمان، هو كله شوية أصفار لا قيمة لهم ولا رأي لهم وبصمجية، بيقولوا لهم بصوموا بيبصوموا، فبكرة يطلع لهم لستة التعديلات اللي بتتعمل في المخابرات الآن وهتدخل البرطمان بتاعهم وهيبصموا عليها، وبعد كده البروسيدور أو الإجراءات هتاخد يعني شهرين ثلاثة، وبعد كده يعمل الاستفتاء ويزور النتيجة يعني. لكن هل هو سينجح بقى بكل ذلك أم لا؟ نحن لدينا يقين، لدينا يقين أن دولة كمصر لا يمكن أبدا أن تحكم بهذه الطريقة، وأن دوام الحال من المحال. هذا الفاشل اللي هو جوع الشعب المصري الآن وأهدر ثرواته، وهذا الذي يستعد الآن لتسليم أراضيه في إطار صفقة القرن، وهذا الذي يعبث بدستوره وبقوانينه وبدماء وأعراضه وحريات أبنائه، لا يمكن أبدا أن يستمر. المسألة مسألة وقت، إلى أي مدى؟ ولذلك هو زي ما بنقول مسكون بالرعب، لأني إن هو عارف نفسه أنه هو ارتكب كل هذه الجرائم وكل هذه الموبقات. هم يراهنون الآن على ما يحدث في الإقليم والعالم من تكالب على المنطقة الآن، ومشاريع كبرى يريدون تحقيقها سواء كان لمصلحة إسرائيل أو لمصلحة أمريكا، وهم يريدون أن يستخدموا أو هناك حاجة لهذه الأنظمة الدكتاتورية، لأنها الأسهل تفريطا في الحقوق والأسهل تفريطا في الأرض والأسهل استعدادا لتسليم مقدرات الأمة ولتغيير عقائد الناس وللانبطاح وللتسليم. هؤلاء أنفع لهم، لأن لو في حاكم وطني ديمقراطي منتخب من الشعب ومحاسب من الشعب لا يمكن أن يقبل بكل هذه المشاريع. ولكن هم يراهنون الآن، وكذلك هم مدفوعون لكي
يعني يؤدبوا هذه الشعوب ويكسروا إرادتها ويقتلوا الأشراف اللي فيها اللي هم ممكن يعترضون أو ممكن يكون لهم صوت أو يكون لهم رأي في هذه، هذا جزء، لأن هم ثبت لهم أن الشعوب الآن لا يكفي فقط السيطرة على الأنظمة، ولكن هذه الشعوب الآن تحتاج إلى من يقمعها، تحتاج إلى من يسكتها، تحتاج لمن يقيدها، تحتاج لمن يكسر إرادتها. هؤلاء يراهنون على ذلك، وكل هؤلاء الناس يعملون الآن في حلف نتنياهو كما ترى. ولكن يعني هؤلاء الناس يراهنون على أمور لدينا يقين أنها لا يمكن أن تمر، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. في المقابل التعويل على الخارج كيف تراه دكتور أسامة؟ التعويل على أنه المجتمع الدولي يمكن أن يسقط السيسي من أجل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها. شوف، يعني أنا أعيش في الخارج وأفهم من الخارج ده كله ليس كتلة مصمتة ولا كيان واحد، وكل الناس اللي عندهم أراء دي أراء تحتاج إلى مراجعة كثيرة. لكن مش معنى كده أن أنا مؤمن أن الخارج قادر على أن لا، لكن في شرفاء في الخارج بالفعل هم لديهم اهتمام كبير بقضايا حقوق الإنسان وبقضايا الحريات، وفي ناس علماء وخبراء في هذه الدول يعرفون أن ما يرتكبوه هذه المجرمين لأثار سيئة جدا، سواء كان على المنطقة أو على العالم كله، لأنه سينتج في النهاية جيل من الناس اللي هم سيشعرون بالغضب وبالحقد، وربما يحدث بقى الانفلاتات والتفكير والأيديولوجيات، وهذه بيئة خصبة ومناسبة لإنتاج كل هذه الأشياء. هم يدركون أن على المدى الطويل سيكون هناك انعكاسات خطيرة، فهناك الغرب، هناك مجموعات، لكن للأسف أمريكا والغرب الآن كحكومات وكدول لا ترى المنطقة إلا بعيون إسرائيل. إسرائيل تريد هؤلاء، هؤلاء هم أدوات إسرائيل بعيون المصلحة يعني في النهاية. طبعا. ففي النهاية مين اللي بيتغلب؟ الفريق، أي فريق هو؟ الفريق اللي هو بيرى المصلحة في الإبقاء على هؤلاء، رغم أنهم مجرمون، هم يدركون أنهم يعلمون أنهم مجرمون، ولكن هم يقومون ب تفريط وتسليم ويشرفون الآن على مشروعات كبرى الآن. نعم. من شأنها ربما أن تغير حتى خريطة المنطقة. يعني بما أنه الكيان السني يرى ذلك ويرضى بذلك ويرغب في وجود السيسي، بما أنه أمريكا ترغب في ذلك، هل معنى ذلك أن يصيب الناس الإحباط بأنه خلاص لا مفر لا تغيير؟ لا، هو الإحباط نمشي أمورنا والعملية تمشي. لا، الإحباط هذا نوع من أنواع الهزيمة، والشعوب التي ترضى بالهزيمة خلاص يعني بتخرج من التاريخ. لكن الـ هذه الشعوب مؤمنة، لديها إيمان عميق بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. هذه شعوب مر عليها الكثير من الطغاة والغزاة وهزمتهم واستمرت وانتصرت في النهاية. فالمسألة مسألة وقت، يعني مسألة وقت. لكن هذه يعني هذه المنطقة لديها قدرة كبيرة على استيعاب وامتصاص وهضم كل هذه الفقاعات التي تحدث بين الحين والآخر، لكن لديها يعني قدرة كبيرة على المقاومة، وقدرة كبيرة على الاستمرار، وقدرة كبيرة على الحياة. وإحنا لدينا شعب أكثر من 60% منه أعمارهم تقل عن 25 سنة، فأنت لديك شعب شباب ولديهم قوة وحيوية، وهؤلاء الناس لا يرضون بالظلم. والشعب المصري لا تعتقد أن هذا قد أخضعه، لأن هذا الشعب هو قطعه في كثير من المناسبات، لم ينزل له ولم يصوت له في انتخابات ولا في استفتاءات. صحيح زوروا إرادته، لكن لا، هم يدركون أنهم مزورون، والشعب يدرك أنهم مزورون، والعالم يدرك أنهم مزورون، ويوما ما كل هذا الحساب سيأتي ويتم تسويته. فاللي يعتقد أن هؤلاء الناس في دولة بحجم مصر يمكن أن بشوية إرهاب وقتل يعني هنا أو هناك يمكن أنه هو
ينتصر في النهاية، لا، هذا الشعب سيهزمهم بإذن الله عز وجل. لكن النظام يعمل صح إلا الصحيح، لكن النظام يعمل على تكريس وجوده بكل الطرق وبكل الحيل. ماذا في المقابل؟ ماذا يفعل المناهضون للانقلاب العسكري؟ هو دلوقتي يعني هذا الكذب، يعني انت لما تشوف الدولة لا تكذب، انت عارف انت في الغرب اكبر جريمة ممكن يرتكبها السياسي انه يكذب. السياسي الذي يكذب ينتهي تماما. ولذلك هذه السياسة، يعني احنا كان عندنا وزير الداخلية في بريطانيا في شهر مايو اللي فات ده، راحت قضية تتعلق بمجموعة عرقية كده كانت هاجرت لبريطانيا في الخمسينات، والآن لديهم مشكلة في الأوراق لأن كثير منهم لم يجددوا أوراقهم، فاعتبروا يعني كأنهم غير شرعيين. فعندما سئلت البرلمان أدلت بمعلومات اللي في دماغها بقى، وطلعت معلومات مش صحيحة، فأرادوا استجوابها. قبل الاستجواب راحت مقدمة استقالتها. لماذا؟ لأنها قدمت للبرلمان بيانات غير صحيحة. كيف تقف أمام البرلمان وتبرر ذلك؟ فهذه السياسة بالمعايير. إنما دولة كلها تتواطأ على الكذب، زي ما أنت شفت أم زبيدة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وإن هي مش عارف تذيع أخبار كاذبة. كاذبة إيه؟ إذا كانت بنتها مختفية وشفتها مخلفة بعد كده لما أظهرتوها وزعمت أن لها زوجا بعقد مزور. يعني فأنت دلوقتي دي دولة؟ لا يا أخي، يعني أنت تخلي، لا، نحن لدينا يقين أن الله عز وجل لا يمكن أن ينصر هؤلاء، وهؤلاء مخذولون، وهؤلاء إن شاء الله نهايتهم قريبة، وسيجعل المولى عز وجل بأسهم بينهم شديد. ولابد أن يري الشعب المصري فيهم يوما يقتص فيه لدماء الأبرياء ولأعراض البريئات التي انتهكوها هؤلاء. فهذا يقين، هذا دين يا أخي. لا يمكن أبدا أن احنا نعتقد أن هؤلاء قد ينصرون بهذه البطش والقوة والكذب والإرهاب والضلال. مع هذا اليقين يحتاج أيضا للأخذ بالأسباب، أليس كذلك يا دكتور؟ هناك أسباب طبعا، ومن الأسباب أن أنت شايف نحن هنا الآن، وأنت شايف الآلاف من المصريين الآن يعارضون هذا النظام ولا يرضون بما يقوم به ويفضحون أعماله ويتصدون له. وهو هنا تأتي قضية ممارسة القوى الغاشمة اللي بيمارسها السيسي الآن، لا تعكس قوة حقيقية، لأن القوة الحقيقية للدول هي في العدل. يعني ما فيش، يعني في الغرب تروح مثلا ألمانيا ولا بريطانيا ولا فرنسا، دول قوية لكنها مش كل يوم بتقتل شعوبها وتذبحهم وتزلزلهم وتبدهم بالطريقة اللي كل يوم يقول لك قتلنا 40 واحد، قتلنا 8، قتلنا 6. لا، الدول القوة بتاعتها في إنفاذها للقانون وفي العدالة، ليس في القتل ولا في الاعتقال، ليس في القتل والاغتصاب. طيب. والتنكيل بأم زبيدة وغيرها من النسوة اللواتي يعتقلن الآن، ومن الشباب ومن الصحفيين. معنا أيضا حالة نختم بها بعض التغريدات حول هذه الحالة، حالة شادي أبو زيد الإعلامي المصري. نأخذ أول تغريدة عن شادي أبو زيد للأستاذ جمال عيد، يقول: الحرية لشادي أبو زيد وكل سجناء الرأي في مصر. الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة في مصر. مصر دولة بوليسية، ستبقى ثورة يناير كابوس يؤرق أعدائها. أنا مواطن مصري رخيص. طبعا هذا الهاشتاج يعبر عن الكثير، أنا مواطن مصري رخيص. وشادي شاب يعني ماهوش حتى يعني إسلامي، مع كامل الاحترام لي طبعا. هو كان مراسل برنامج هزلي أو أبلة فهيتة في مصر، بيعمل إفيهات وبيعمل أشياء يعني مضحكة لها إسقاطات سياسية ربما. وهذا الشاب معتقل له 8 شهور، وكان والده توفي، وكان طبعا قبل وفاته كان في حالة مرضية، وطلبوا أنه يخرج ليرى أباه قبل يودعه قبل موته، وثم بعد ذلك وافقوا على أنه يحضر الجنازة بتاعته، وأعادوه مرة أخرى إلى السجن. وكل هذا بلا تهمة كغيره
من الآلاف من الشباب الآن الذين يعتقلون بحبس احتياطي، بعضهم تجاوز حتى السنتين. يعني احنا شفنا حسن مبارك لما جه القاضي بيطلعه قال لك السادات حبس احتياطي سنتين، فتجاوز مدة حسن مبارك اللي كان متهم بقتل آلاف المئات المصريين. إنما الشباب الآن الصحفيين، الأستاذ هشام جعفر مثلا دي له أكثر من عامين، وغيره من الصحفيين والإعلاميين والشباب، والدكتور حازم عبد العظيم اللي كان بيكون ضيفكم أحيانا في هذا البرنامج، اللي ربنا يفرج عنه وعن الجميع. هؤلاء الشرفاء الذين هم لم يحملوا سلاحا ولم يمارسوا إرهابا، ولكنهم أمسكوا قلما وعبروا عن رأيهم بحرية أو هكذا أرادوا، فكانت عقوبتهم التغييب باسم الحبس الاحتياطي. فطبعا الحبس الاحتياطي يتم تقنينه الآن بهذه الطريقة، أصبح جريمة اعتقال متواصل. نعم، شكرا. لأن النيابة العامة نيابة متواطئة، نيابة الآن انتهت تماما، أصبحت فرع من أفرع الشرطة. يا ريت شرطة كمان نزيهة كالشرطة التي موجودة في العالم كله، ولكنهم عصابات. أكبر كان إرهابي في مصر الآن اللي هو وزارة الداخلية والنيابة العامة وما إلى ذلك. أشكر، شكرا جزيلا دكتور أسامة رشدي، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان سابقا، كنت معنا في هذه الحلقة من مباشر مصر، شكرا لحضرتك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.